الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نشكر منتدى السبيل الإعلامي على هذه الدعوة الكريمة. يعني الحكومة كنا نعول في هذه المرحلة وبعد هذا الحراك الذي امتد لأكثر من عام وشاركت فيه فئات شعبية واجتماعية وحزبية وسياسية، كنا نتمنى فعلا أن يكون هنالك قانون أفضل وقانون توافقي وطني يحظى بقبول، وإن كان لن يحظى برضا الجميع وإنما قد يكون يحظى على الحد الأدنى من القبول. فوجئنا كما فوجئتم بصيغة النظام الانتخابي الذي عرض، وأقول لك بصراحة أن المرحلة مفتوحة على كافة الاحتمالات. فعلا القانون وصل لنا في مجلس النواب، وكان هنالك منادى منذ الجلسة الأولى التي نعمل فيها ما يسمى بالقراءة الأولى للقانون أن يتم رد هذا القانون، لأنه دون الطموح ودون المستوى المأمون. لكننا آثرنا، ونظرا لأنه الأردن التزم في أكثر من مرة، وقد يكون النظام التزم في أكثر من مرة بإجراء الانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن في محاولة لنقل الاحتجاج والمعارضة والحراك من الشارع إلى المؤسسة الديمقراطية ألا وهي البرلمان، فحاولنا أن نكون أكثر عقلانية وأن نحول هذا القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس، أو مشروع القانون إلى اللجنة القانونية في محاولة أكيدة من قبل الكثيرين لإجراء تعديلات إيجابية. ولست هنا في معرض أن أدافع عن مجلس النواب، ولكن أقول بصراحة بأنه هذه ليست أول مرة يأتي قانون يفترض بأنه يأتي في مرحلة إصلاحية وأنه قانون إصلاحي وتأتي فيه تشوهات كبيرة جدا. قد يكون اهتمام الشارع الأردني بقانون الانتخابات أكثر، ولكن قانون الهيئة المستقلة جاء بالكثير من التشوهات، وقانون الأحزاب الذي بدأنا اليوم مناقشته أيضا جاء بالكثير من التشوهات. وفعلا أقول بصراحة وبموضوعية ودون أن أنحاز إلى مجلس النواب بأن جهود الإصلاحيين داخل المجلس أدت إلى خروج القوانين بصيغة أفضل بكثير من الصيغة التي جاءت من الحكومة. أتمنى أن يتكرر هذا السيناريو تحديدا في هذا المشروع الذي ينظر الجميع له بكثير من الأمل، والذي يعني نعول عليه جميعا في تخطي اللحظة السياسية الحرجة التي نعيشها الآن. لن يكون من مصلحة الأردن بقاء هكذا قانون مشوه وإجراء انتخابات جديدة أو في قبل نهاية هذا العام مع مقاطعة قوى سياسية أو شعبية أو شبابية لهذه الانتخابات. لذلك أتمنى أن تسهم الجهود الإصلاحية داخل مجلس النواب بإفراز صيغة أفضل للنظام الانتخابي وصيغة أفضل لما أشار إليه الأستاذ خالد من حيث الإجراءات، وهذه الأمور كلها تنبهنا لها عند قراءتنا لمشروع القانون، وتنبهنا إلى هذه الإجراءات وإلى الدور القليل جدا والهامش القليل جدا الذي ترك بقانون الانتخاب للهيئة المستقلة التي من المفترض بها أن تكون الدرع الواقي ضد التزوير وضد التلاعب بالإرادة الشعبية. أنتم عفوا بالأمس ربما يعني كما علمنا ناقشتم القانون بصورة أولية. نعم قراءة أولية. الإشارات التي لمستها في الجلسة الأمس هل توحي بأن المجلس ربما يتخذ موقفا جريئا، وبالتالي يمكن الرهان على المجلس لإدخال تعديلات جوهرية في القانون؟ يعني كما أسلفت المرحلة مفتوحة على كافة الاحتمالات. قد تكون مناقشات البارحة وكونها القراءة الأولى وكون المجلس هذا أول مجلس نواب يناقش القانون الذي يحكم ويتحكم بفرص عودة بعض أعضائه، يعني هذه أول مرة يكون هنالك مجلس يناقش قانون انتخاب، لأنه دائما تعودت كافة المجالس على القوانين المؤقتة، فكيف بالنائب وهو يتحكم بالمعادلة التي قد تخرجه وقد لا تخرجه. لا أقول من ذلك بأن هذا هو يعني أمر ينظر له الجميع
الجميع في المجلس، ولكن لا بد ان لا نغفل هذا الامر وان نبقى اذا ما اصطلح على التعبير ان نبقى كاصلاحيين وكراغبين بتطوير هذا القانون، يقظين ومثابرين في محاوله لاصلاح هذا النظام وهذا القانون بافضل طريقه ممكنه. استاذ بسام، سمعت ان